أزول، أهلين وسهلين بكم ومرحبتين بكم في هذه الحلقة من سلسلة ليبيا زي ما هي ضمن برنامج فسيفساء، في حلقة جديدة عن أغطية الرأس عند الليبيين عبر التاريخ. المقدمة اللي درتها كانت صناعة جدي لأمي الله يرحمه الحاج علي مادي، كان يصنع في الطواقي وكانت كلها تصنع بطريقة محلية بالقماش، وهي أنواع بنجوها في وقتها، وكان يدير فيهم في الجلارية في طرابلس زمان. اليوم بدور حواري عن الطواقي الأكثر انتشارا حتى اليوم في ليبيا، واللي بعضها اختفاء نهائيا للأسف. ولكن قبل ما نغوص في الموضوع، خلي نعطي مقدمة نحسها مهمة على غطاء الرأس اللي هو شائع في جميع الثقافات، سواء لأغراض الزينة وأيضا لأغراض وهو نوع متأخر نوعا ما، ويقال إن الإنسان اتخذها الزينة تشبها ببعض الطيور والحيوانات ولأغراض الزينة الصرفة، وتحول بعضها لأغراض تعبدية. يعني لما نشوفه في بعض الثقافات وضع ريشة أو وضع قرون ونحوها الغرض الأساسي إما تزينا أو تعبدا. الموضوع محل نقاش، لكن في الغالب أن العمليتين كانت حاضرة، يعني غطاء الرأس للتزيين أو لأداء نسك تعبدية، وهي موجودة في كل الديانات وعبر التاريخ من الطوطمية الأولى وحتى المصريين القدامى واليهود انتقالا للمسيحية والإسلام زي ما بنشوفه. ولغرض التزين والتميز نلقوا جدودنا حطوا ريشة على رؤوسهم، واللي المؤرخين يقولوا أن الليبيين الأوائل نشوفوا فيهم في النقوش القديمة على رؤوسهم ريش، غالبا على علية القوم والقادة وغيرها، بل للتفاخر زي ما قلنا. ونقلنا أوريك بيتس أكثر، يعني في صور ونقوش المصرية القديمة لما واحد يكون لابس أكثر من ريشة، غالبا المقصد منها التضخيم من مكانة الشخص، والريشة في النقوش المصرية الهيلوغرافية تحيل كذلك على الليبيين الأوائل، يعني رسمة الريشة في الرسوم الهيلوغرافية تحيل على الليبيين الأوائل. عن نوعية الريش يقولوا أنهم يستخدموا في ريش النعام اللي كانت عند الثلاثينات كاترة في الصحراء الليبية، ابتداء من الحمادة نلقوا في نقوش أكاكوس كذلك تكرار لموضوع الريش. يعني موضوع القبعات من هالقرون وهذا الكلام مغرف القدم في تاريخ الأمازيغ السكان الأصليين لأفريقيا الشمالية. أهم كتب ننصحكم بها لموضوع اللباس وعاداته وتقاليده عند الليبيين الأوائل عندكم كتاب أوريك بيتس الليبيون الشرقيون، وكتاب بازاما تاريخ ليبيا القديم، وكتاب هنري لوت المعروف عن أكاكوس ونقوشات الجنوب الليبي. الليبيين لعند اليوم لما بيعيروا حد، يعني بيعيروه ولا بيقولوا له حاجة هكي انه يحسب روحه حاجة كبيرة، يعني باشا او ملك او شايف روحته، يقولوا شني تعجبا طبعا، يقولوا شني على راسه ريشة هو، او شن تحساب على راسك ريشة لما تكون انت مخاطب، يعني يتفاخروا ويحسب روحه هيك حاجة كبيرة ملك ولا باشا، اللي درجة انه هو حاط ريش عليه راسه. صحيح هذه الجملة تنقال في مثلا مصر الجارة مصر، واللي هي حتى هي عاش فيها وحكمها الليبيين يقولوا على راسه ريشة، لكن معناها مختلف عند المصريين. لما يقول حد على راسه ريشة المقصود انه هو سارق او مرتكب جريمة، يعني ربما الأمر يحتاج لبحث أن هذه الجملة تحيل فعلا على أجدادنا من الليبو الأوائل أم لا، لكن بدون شك أن أجدودنا كان على رؤوسهم ريشة خصوصا لما يكونوا من علية القوم، وهذه بالأدلة الأركيولوجية والأدلة التاريخية اللي نقلها لنا المؤرخين هلبة. به عودة لأغطية الرأس، بدون شك زينا زي بقية الشعوب زي ما قلت الرجال والنساء عبر التاريخ غطوا رؤوسهم إما لغرض العبادة أو غرض الزينة دايما، وتميزوا بشكل معين، وهذه الأشكال اتطورت وتغيرت من مجموعة سكانية لتانية، وزي ما تشوفوا راي من أطواقي هذه
أي واحدة منهم تحيل على حضارة وثقافة بعينها، وكل من سافر نشري طاقية من البلد اللي نسافر لها، لين يعني جمع عندي عدد لا بأس به تعبر عن هذه الثقافات، والليبيين مش استثناء، زيهم زي محيطهم الجغرافي لشمال إفريقيا، كلنا يعني تميزنا بأغطية راس تعبر عن هويتنا الموحدة. وبدون شك نلقوا نصوص مش مقصودة في حد ذاتها، لكنها تنقل لنا أخبار لباس أغطية الرأس عندنا عبر التاريخ. واليوم بدون شك يمكن تقسيم أغطية الرأس عند الليبيين على أنواع، منها العملي زي طواق السعف المنتشرة في الأرياف، وهذه يشترك فيها الرجال والنساء، وأنا لحقت عليها كذلك بعضها مزخرف حتى التزخريف، وفيها أنواع وألوان وإلى آخره، وزي هذه للنساء. وأنا صغير نتذكر هذه اللي هي الصادة، هذه والدي الله يرحمه يلبس فيها في موسم الحصاد في الشفارة وفي الحقول في حال الزراعة والتمييل والحرث وغيرها في جبل. وهذه طبعا واضح الغرض منها على حسب الكبر إلى آخره والمنطقة اللي جت منها، الوقاية من الشمس، وتتسمى بالأمازيغية ترازال، يعني حرفيا صادة أشعة الشمس، ترازال يعني ترازال يعني ترد في أشعة الشمس، وتتسمى السحابة في الأمازيغية تارانزار يعني صادة المطر. يعني الشاهد أن الدواخل الليبية عموما لبسوا طواق السعف اللي عند وقت قريب، وكانت تجارة رايجة بينهم، وصناعتها ما تكلف شيء غير السعف النخل المجفف والمطوع كذلك. الحلفة تتسمى آري بالأمازيغية، وحتى الطاقية أحيانا تتسمى الطاقة واري وغيرها اللي مش هذا مجالها، وهذه نفسها أنواع في ليبيا. وللأسف مؤسستنا ما لحقتش تشري كل الأنواع قبل ما تختفي نهائي من صنع صناعتها في ليبيا للأسف الشديد، بسبب طفرة النفط اللعينة اللي نسمي فيها، زي مثلا الطاقية المتعسعة في الأغدامسية والأجلية والساحلية عموما. المهم ما عليناش، بنطلع من الموضوع شوية وبنوري لكم طاقية هادي الخفيفة النظيفة اللي كان كل حد يقدر يديرها بالتريكو لوقت قريب هادي، وجينا من الحج على فكرة في الغالب، ومنتشرة في ليبيا لعند وقت قريب، وما زال الحجاج يبو فيها ممكن لعند توه، وتكون بلونين أسود وأبيض، وأغرب الحجاج الليبيين يجيبوا فيها اللي هي البيضة هذه منها. علاش أنا نوريكم في الطاقية هذه؟ الطاقية هذه في تركيا لما عشت وأنا صغير، لما نخشوا للجامع الأتراك، يا أخي المسلمين كلهم على فكرة، حتى الهنود والباكستاني نشوفوا فيهم هني، حتى وين عايش أنا توه، لما يخشوا للجامع تكون في جيبه، سواء يكون كبير صغير مسؤول عامل بسيط، ديما تكون في جيبه، يطلعها تكون نظيفة تكون معطرة ويحافظ عليها محافظة كبيرة، ويخش لوقت الصلاة يطلعوها ويحطوها على رؤوسهم تعظيما وتوقيرا. وهذا اختص به الحنابلة والأحناف، ولس يعني أنا مش فقيه، لكن هذا اللي لقيته من البحث البسيط اللي درته في الموضوع، في موضوع الطاقية. ويعني حتى باقي المذاهب من باب الاستحباب، منها الإباضية زي ما بنشوفه بعد شوية في نص مكتوب. إذن حتى في الإسلام دخل لبس الطاقية في دائرة الاستحباب في مجال العبادة، وزي ما قلنا من الأول الطاقية كانت ديما الغرض منها إما التزين أو العبادة. الطاقية الغرض منها التزين أو العبادة، يعني ما بعدناش عن بقية الديلينات، مثلا اليهود إلى اليوم يلبسوا في القبة أو الكبة، وتعتبر شرط أساسي في مزاولة العبادة. وعلى فكرة كلمة قبعة أو كبة كلمة سامية، واشترك فيها العرب واليهود اللي هم العبريين، لأن العرب والعبريين أصولهم واحدة، جدهم واحد يعني، بل هي لباس يومي عندهم. والمسيحيين بالعكس يخلع ينحي القبعة متاعها لما يخش للكنيسة، لكن داخل الكنيسة القسيس يلبسها دائما، وهذه حسب المذهب، لكن في الغالب يلبسوا فيه القبعة، وهم طبعا من اللي نحل هذو النصارى المسيحيين.
وبالله من بكر نقول طاقية بالعامية الليبية، مع أن اسمها زي ما قلت قبل شوية كبة قبعة بالعربية فصحى. راهو كلمة طاقية بالطاء لا توجد في أي من المعاجم اللغوية العربية المعتمدة. وقريت أكثر من مقال تقول أن أول من أشاع الكلمة هو ابن بطوطة في كتاباته، ومن هذاك الوقت الكلمة ولت شائعة. يعني هذه الكلمة ربما، أقول ربما، تكون مغاربية بامتياز، وإن كان البعض يقول أصلها من تاقية وتقي الرأس وغيره، ولكن للأسف لا أجد دليل في المعاجم القديمة لهذه الكلمة. وهذا يعتبر تأويل تاريخي يعني متأخر للكلمة وأصلها. المهم، حتى الليبيين نقولوا طاقية وطواقي. الطاقية الأكثر شيوعا عند الليبيين حتى اليوم هي المعرقة، لما تكون ولما تكون تحت الكمبوس تتسمى معرقة زي ما قلنا، لكن لما تكون بروحها تتسمى طاقية. هذه حسب علمي هي الأكثر شيوعا في كل ليبيا، وهذه نفسها أنواع وفيها اختلاف بشكل طفيف جدا. يعني مثلا المسطحة اللي نلبسها توا مسطحة من فوق بلا نوارة، وهي اختصاص نفوسة وزوارة، جبل نفوسة جبالية زي ما نقوله وزوارة، واللي فيها نوارة صغيرة هي الطرابلسية أصيلة. والزاوية عندهم واحدة على فكرة زي هذه، الأساس متاعها شاد كويس، الحيط متاعها شاد كويس، لكن فيها خطوط زيادة في النص هنا، وهذه زي ما تشوفوا في الصورة. وما نعرفش هل هي ما زالت مستمرة عند أهالينا في الزاوية ولا لا، الزاوية والمحيط متاعها. وللأسف ما عنديش يعني منها، هي نفسها الطاقية ما عنديش منها. طب ما قلنا المعركة هذه هي الأكثر شيوعا وانتشارا بدون منازع، لم يتغير شكلها في العصر الحديث هلبة، يعني ما تغيرتش هلبة في شن اسمها، غير تغير بالتقنية. فخياطتها كانت باليد زمان، واللي تاخذ وقت هلبة، لكن خياطتها بالماكينة زي ما شفنا في أول الحلقة، يعني سريعة جدا عملية خياطتها. للأسف الشديد في محاولات لتطويرها وتغيير خط سير الخياطة بحيث تولي زجزاج مش مستمر، الخط ما يكونش مستمر يكون زجزاج. ويا أخي في حاول حتى يبيعها ملونة زي ما تشوفوا في الصور، وفي اللي دار منها قماش لماع، لكن كل هذه المحاولات لم تجد قبول عند الليبيين. طيب، الطاقية أو المعرقة أصبح لبس مقتصر على الكبار في السن، مع وجود يعني عودة قوية لللباس التقليدي عند الليبيين اليوم. يعني الشباب زمان قعدوا فترة طويلة معاش يلبسوا فيها المعرقة الليبية، ولا يلبسوا الكمبوس ولا حتى حاجة، لكن توا فيه عودة واهتمام بالشخصية الليبية واللبس الليبية واللبس التقليدي الليبي. وفيه دلالات هلبة عليها، زي يقولوا عنقر طاقيته يعني، وتميحها على اليمين ولا على اليسار، الرفع للخلف. في الغالب دلالتها تختلف من منطقة لأخرى، لكن هذه أشياء معروفة بالليبيين تحكي على مود الإنسان أو حالة النفسية للإنسان اللي لابسها. وبعض الطاقية طبعا فيه الكمبوس اللي أصل كلمة أمازيغية اللي هي أكمبوس ولا أكمبوش ولا أكمبوز بالزين، وكل هذه واحدة لها دلالة بروحها. يعني مثلا الخودة متاع الحرب تتسمى تكمبوت بالأمازيغية، ويسمى الخمار للمرأة أكمبوش، تكمبوش هو الخمار متاع المرأة، وتتسمى بالعامية الليبية الشاشية، وتتسمى عند أهالينا في الشرق الليبي الشنة. معليش بنوقف لحظة بسيطة مع أصلها، لأن هناك أصوات هلبة تتعالى بأن منشأها خارج شمال إفريقيا، ومنهم من يقول أن أصلها بلاد شاش اللي هو الاسم القديم لطشقند اللي هي في أوزبكستان. طشقند موجودة في أوزبكستان، اسمها القديم كان شاش. والقصة المختلقة هذه اللي ما لهاش مصدر قديم، أن جنود من بلاد شاش استقروا مع عقبة بن نافع في القيروان. أولا كتب القديمة ما فيش حد تكلم عليه جنود من بلاد طشقند أو شاش أو غيرها جاءوا للقيروان، ما فيش كلام إلا على الجيش الإسلامي عموما اللي هو يتكون أساسه من العرب وبعض الأمازيغ المسلمين في البداية.
استقروا مع عقبة في القيروان، وهم اللي علموا، هيك يقولوا يعني، هم اللي علموا سكانها صناعة الشاشية وأنها أصبحت لباس شائع، وهذه يرويه التوانسة بكثرة، وربما ينقلوا فيها عن الكعاك الله يرحمه، ومشهورة حقيقة حتى في الروايات الشفهية عند التوانسة. والواحد لا يعرف عن أي جيش أو جند من شاش أو طشقند رافقوا عقبة بن ناسع في غزو شمال أفريقيا، وزي ما قلنا ما ذكرهمش أي مصدر تاريخي. والأهم من هذا، يفترض أن نفس الشاشية تكون موجودة في بلاد شاش نفسها، ويعني نتحدى أي إنسان يجيب لنا لبس يشبه هادي بنفس الطريقة بنفس الصنع بنفس التعقيدات في الصنع عندهم هم. وهذه هي القبعة متاع بلاد طشقند لعند اليوم، وهي يا أخي من شعاراتهم الوطنية وتتباع للسياح بشكل كبير. يعني لما نشوف الفرق بينها وبين الطاقيتين نعرفوا أن هذا مش مصدر واحد. الحاجة الثانية، تعرفوا أن الإسلام خش طشقند اللي هي بلاد شاش في سنة 94 هجري، 94 هجري. شمال إفريقيا غزاها عقبة بن نافع سنة 41 هجري، يعني 53 سنة بعد غزو شمال إفريقيا صار غزوة طشقند. يعني 53 سنة بهي، كيف الجنود هذه يجوا مع عقبة وهي بلادهم أصلا ما خش لهاش الإسلام؟ يعني يكونوا بصحبة المسلمين اللي غزوا شمال إفريقيا وبلادهم نفسها ما خشهاش الإسلام، حاجة ما تركبش الرأس وما يقبلهاش العقل زي ما يقول. وفي اللي خيالهم شيء أبعد، وقال الشاشية من الشيشان، وهذه أصلا ما خشاش الإسلام إلا بعدها في فترة كبيرة هلبة. وهذه كلها موثق ومكتوب في كتب على فكرة، الحصيلة طبيخة تشابه كلمات فقط، والراوي صرح بخيالها بعيد. وشاش وشاشية احنا عندنا في شمال افريقيا لها استعمالات هلبة في عميتنا الليبية وفي الأمازيغية، نقول شوشة الراس ونقولوا الشاشية قمة الحوش، ونقولوا تشاشيت عليه في الأمازيغية عليه هذيك الحافة متاعة الحوش من فوق، وفيه من ينسبها طبعا للأندلس، والرواية أن أهالي الأندلس علموا التوانسة صناعة الشاشية ومنها انتقلت لليبيا، مع أن الشاشية مذكورة ومتداولة في أفريقيا الشمالية قبل هذا بقرون. يعني الأندلس تدفقوا على أفريقيا الشمالية هروبا بعد طردهم من الأندلس في القرن السادس عشر 1600، يعني السادس عشر 1500 شوية. وإحنا عندنا نصوص زي هذا النص عن سير أبي زكريا في القرن الهجري الثاني، القرن السادس الهجري اللي هو الثاني عشر الميلادي. النص عند أبو زكريا يقول وفي هذا وفي يده مرزاق، المرزاق هو الرمح القصير، يقول وفي يده مرزاق أي الرمح القصير يرفعه ويضعه وعلى رأسه شاشية حمراء فصافحوهم، إلى آخر النص. هذا النص الأول. فيه نص ثاني اللي هو عن أبو محمد قال وجدت أبا زكريا في تماست فقال لي يا عبد الله خط، يعني من الخياطة خيط، خط هذه الشاش هذه الثقب التي في الشاشية، خط هذه الثقب أو الثقبة التي في الشاشية. فقلت له يا شيخ أما في الشاشية، كلمة شاشية هذا في القرن السادس الهجري يا ناس 1200، يعني 800 سنة فاتوا. فقلت يا شيخ أما تجوز الصلاة بها؟ فقال لي كان ذلك ولكن أردت جواب الموحدين، يعني الكلام هذا كان قبل 800 سنة من احتمال شمال إفريقيا بالأتراك ولا الشيشان ولا غيرهم، وتتسمى وقتها شاشية. يعني ما يعني المؤلفين زي أبو زكريا تومنفة في القرن السادس الهجري، يعني قبل 800 سنة يا حسرة، وقتها ما نعرفوش للأتراك شن يكونوا أصلا. يخي فيه جدارية في متحف باردول اللي تشوفوا فيها توا في تونس تبين لبس الشاشية ترجع للقرن الرابع قبل الميلاد من قرطاج، ركزوا معاي الرابع قبل الميلاد، تبين لبس الشاشية اللي تشوفوا فيها قدامكم. وفيه المتنطعين اللي يقولوا أتى بها الأثراك العثمانيين لليبيا مع أن مركز صناعتها الرئيسي في تونس ديمة، وهذا كله طبعا محض افتراء، وللأسف عاد
عادة درج عليها المغتربين من بلادنا في نسبة كل شيء باهي ليبي للآخر، وهم أقل من أن يرد عليهم، والشواهد التاريخية كلها تدل على الأصل الشمال إفريقي لهذه اللبسة. وذكرت لكم قبل شوية كلام أبو زكريا في السير. ولعل الأندلسيين طبعا زادوا وطوروا فيها وأضافوا الآلات لها، وهذا جدا ممكن. العثمانيين كانوا يلبسوا في العمامة والقلنسوة، وعندهم طبعا الكلباك الخاص بهم بنجوه بعدين، والطربوش ما لبسوش الأتراك للشاشية ولا الطابوش، ما لبسوش الأتراك إلا في القرن 19 فرضها عليهم السلطان محمود الثاني، والقانون طلع سنة 1827 واستمر عندهم فعلا، ويلبسوا فيها الطربوش مش الشاشية، حتى نحاها منهم مصطفى كمال أتاتورك. ومن المضحك أن اللي كانوا يأيدوا في مصطفى كمال أتاتورك كانوا يقولوا باهي اللي نحاها الوطنيين الأتراك والقوميين الأتراك وغيرهم، هذا مش لينا، هذه أصلها من فاز، ونولولها بعدين لما نتكلموا على الطربوش. وعلى فكرة في اللغة التركية نفسها وعند العثمانيين يسموا في الطربوش فاز، فاز يعني بلاد فاس، يعني من المغرب، يعني ينسبوا فيها المغرب، زي ما السوريين يقولوا الطربوش المغربي، السوريين يقولوا له الطربوش مغربي. وكلمة طربوش هذه كلمة فارسية، مع أن الفرس ما عمرهم لبسوا حاجة اسمها طربوش، لكن تاني عندهم قبعة فاستخدمنا كلمة طبعة لنعني الطربوش اللي العثمانيين استخدموها، لأن يقال أن 60% من اللغة التركية اللي نعرفوها اليوم أصلها إيراني. على فكرة فيه إشارة، وهنا من بيش نتوسع هلبة، لكن في إشارة من يوسف باشا القرمالي لوالي تونس يطلب منه، ذكرها الفقيه حسن، أن يرسل له صناع الشاشية لطرابلس، لكن للأسف تابعت الكتاب كامل ما لقيت نتائج هذا الطلبية من يوسف باشا القرمالي، لكن يعني زي ما قلنا ما فيش متابعة من الفقيه حسن، ربما الجزء الثالث اللي هو مازال ما طلعش يكون فيه الكلام هذا، لكن حسب الفترة اللي تكلمت عن الموضوع هذا ما فيش منها أي كلام. ولو حنشوف الحلقة الجاية مصنع للطربوش في طرابلس، وهذا في موضوع آخر وحده. المهم صناعة الشاشية الكمبوس بالليبي صناعة جدا معقدة، تبدأ بخيوط الصوف واللي التوانسة طبعا بارعين فيها براعة كبيرة جدا، وهذه أهو بنوري لكم عليها أمثلة هنا، و اللي هي أنواع تبدأ حقيقة بصناعة الصوف، اللي هي هذه تبدأ، هذه نفسها تتسمى كمبوس عند التوانسة لعند اليوم، تبدأ بصناعة لانة كاملة وتبدأ هيك كبرى. تخيلوا هذا أصله جاي من هذه التوانسة اليوم يقولوا أنهم هم يستوردوا الصوف هذا من أستراليا، و يعني يبدو بصناعة هذه بالتريكو، يقولوا فيها خمسة تريكوات ما نعرفش المقصود بها، يصنعوا بها صناعة بخمسة تريكوات، ما عمري شفت حد صنعها في تونس، وهي طبعا يحافظوا عليها ويحاولوا ان هم ما يوروش للناس التانيين كيف يديروا فيها. وهذه على فكرة ما يصنعوش فيها في المحلات لما تمشي لتونس العاصمة، هذه يصنعوا فيها النساء في الجوار التونسي يعني في حياشهم. وبعدين الطاقية هذه تنحط في المية مدة طويلة، الفضفاضة هذه في المية والصابون، والمدة محددة يعرفوها وحافظينها الصناعة التوانسة، تولي متكمشة وتخش ببعضها وتولي زي هذه حرشة هيك قبل ما يحطوها في الحجم اللي يبوه، وتكون بجديات حرشة ما تصدقوش ان هي بدت بهذه، وتنضرب تنضرب وتنحط عليه ضغاطة معينة يصنعوا فيها بالفخار ويصنعوا فيها من اللوح، ويبدو يشدوا في القرداش اللي هي يسموا فيها الطبنينة ولا الكوردو عند التوانسة اليوم، الطبنينة هذه يقعد يحكوا فيها وهي مدورة على فكرة زي القرداش بالضبط، غير قرداش مدور، لين تولي زي هذه بالحجم المطلوب، و لكنها يعني تتصغر وتتكبر حسب المطلوب زي ما قلنا، وحسب المناطق كذلك يكون العلو والقصر متاعها.
و المهم تولي حتى بحجم الطربوش اللي بنولوا له بعدين في الحلقات الجاية. بعدين تنصبغ زي ما قلت لكم، يحكوها لين تطلع منها المشيمة متاعها، وتندار منها بعدين وتنصبغ وتولي زي هذا، تولي زي الكمبوس هذا اللي احنا نعرفوه الليبيين. والكمبوس هذا طبعا الطرابلسي اللي فيه البطمة، ولا بنجول التسمية بعدها بشوية، وحسب معايير الجودة متاعها. يعني احنا في ليبيا احنا عندنا انواع نوعين بس في ليبيا، عندنا النوع الاسود هذا الشايع، وعندنا كذلك الاحمر الشايع في الشرق الليبي. الغرابة يلبسوا فيها كحلة، والشراقة يلبسوا فيها حمراء، وفي طبعا الحمراء الثانية يعني حمراء الملكية، وهي لما تشرب في تونس. الحمراء هذه غير الحمراء اللي يلبسوا فيها في التوانسة، ها يا أخي، في حتى خضراء في بعض الجهات في الجزائر. معليش، أهني الكمبوس والشاشية والشنة لها رموز سلبية في ليبيا هذه الأيام، ويعلق الشباب يقولوا مع أن في عودة كبيرة لللبس الليبي التقليدي، لكن الشباب يقولوا الشنة ندير شؤم في السياسة الليبية، وبحكم أن المتصدرين المشهد السياسي كبار السن عنايدية وما عندهمش خبرة ولا متعلمين حتى. لكن تاريخيا كان الكمبوس شعار الحركة الوطنية، زي ما كان الطربوش اللي بنجوه في وقته، والكمبوس لبسوه شخصيات ليبية كتيرة، وكان أشهرهم الملك إدريس الله يرحمه. يا أخي حتى الاستعمار الإيطالي انتبه لأهمية الكمبوس الليبي، ولما جند الليبيين خصوصا صغار السن بشكل إجباري ميزهم عن بقية الجنود الأحباش والإيطاليين بتلبيسهم الكمبوس الليبي مع البدلة العسكرية، وحط لها شعار القدام زي ما تشوفوا هنا في الصورة. الكمبوس الليبي نلقوه في طوابع بريدية، نلقوه في العملة الليبية القديمة، وصور قديمة على جميع الأشكال، وكذلك في الجارة تونس استخدمه كل رجالات الحركة الوطنية في مقاومتهم للاستعمار، وكان شعار الحركة الوطنية الشاشية التونسية، ونفس الشيء صار في الشاشية الطرابلسية. قبل هذا انتقلت الشاشية هذه، وخلي من دمني نتكلم على هذه، احنا ديما نقلده في الآخر، لكن لو حتى الآخر كان يقلد فينا لفترة طويلة. في عصر النهضة في أوروبا بالأخص في البندقية وفي أوروبا عموما، نلقوا أمثلة على لوحات مثلا جوفاني بيليني، وشوفوا معاي هذه البورتريهات اللي يلبسوا فيها في شاشية أو كمبوس، وفيه لوحات قعدت حتى اليوم تصورهم لابسين الكمبوس، ونلقوا في الحرب يعني نلقوا هلبة عندهم في اللباس التقليدي متاعهم زمان في القرن 15 والـ16، ينقلوا ويقلدوا فينا في اللباس متاعنا. ونلقوا كذلك في الحرب الأهلية الأمريكية الجنود المسلمين، عفوا الجنود المسمين عندهم الزواف، مش المسلمين، المسمين عندهم الزواف، أصلا من الجنود المندرجين تحت الجيش العثماني. الكلمة هذه كلمة زواف، هذه مجلة أمريكية، وحتشوفوا الصور واحدة بواحدة. كانوا يسموا الجيش بتاع التحرير الأمريكي من القبضة البريطانية زواف، وزواف هي كلمة زواوة، احنا عندنا هنا محمد الزواوي، كلمة زواوة اسم للقبائل الأمازيغية من الشرق الجزائري، منطقة القبائل، وبعدين أصبح اللفظ يطلق على كل ميليشيا شجاعة تحارب بضمير. وهذه الزواف أصلا فرق عسكرية كونهم الأتراك، وبعدين جو واستغلوهم الفرنسيين، وأصبحت كلمة معيبة، ولكن في الأصل تعني الجنود الشجعان. ونلقوا اللفظة هذه عند الفقيه حسن وغيره عن الزواف. ونلقوا في المجلة هذه جنود أمريكيين يتشبهوا بمسلمين، يلبسوا في حتى البسكول والشاشية والكمبوس،
وزي ما تشوفوا هنا في حرب الاستقلال الأمريكية يلبسوا في الكلموس وفي الشاشية، وفي منهم صور هلبة عندي في المجلة الأمريكية هذه، ونلقوه الكلموس الليبي في دعايات إيطالية فيها بعد يعني تحاولنا تتكلم عن البعد الليبي، والكلموس ديما حاضر زي البوستر هذا، ويعني هذا على البرة، لكن المهم المقصود أن هي من أويا من طرابلس، واللبسة هي لبسة الكلموس الليبي. في تونس كذلك استخدموا الكمبوس شعار لبلادهم زي ما ميزوا الجنود الليبيين بها زي ما قلت بكري. يعني نلقوا صور هلبة في البوسترات وكذا تستخدم في الكمبوس كشعار وطني، وهذا الكمبوس انشهرت به تونس في كل مكان حول العالم اليوم، ولكن ليبيا للأسف ما وظفتهاش في اللباس التقليدي الليبي. يا أخي نلقوا حتى صور في عصر الأنوار كانوا يلبسوا في الكمبوس النساء كموضة، وفي العصر الفيكتوري. في العالم الإسلامي من المؤكد أن العثمانيين قلدونا فيها واخدوها من جدودنا عن طريق البايات والدايات، وقعدوا يطولوا فيها ويزيدوا لين ولد طربوش، وزي اللباس اللي قلناها بكري لباس أهل المغرب اللي يسموا فيها العثمانيين لليوم فاز، وهذه بتجيها بروحها. يا أخي الأتراك نفسهم يسموا فيها زي ما قلنا فاس، ويعطوا بها يقصوا بها بلاد فاس. الشاميين يسموا فيها الطربوش المغربي زي ما قلنا بكري، وهذه كلها بتجي في الحلقة الجاية. وعلى فكرة المصريين كذلك لما حكمهم العثمانيين بدوا يلبسوا فيها، وعلى شكل الكمبوس راهو مش على شكل الطربوش، شكل الكمبوس. وعلماء الأزهر إلى اليوم قاعدين يلبسوا في الكمبوس اللي هو ملفوف بعمامة. المختصر المفيد، الشاشية اللي اتطورت ولا الطربوش هي من بلاد شمال افريقيا قديمة قدم السكان الاصليين انفسهم، حدث تطور ملحوظ في صناعتها في مراحل مختلفة، وربما للاندلسيين فضل في تطويرها. وفي هم الاندلسيين انفسهم هم خليط من عرب وامازيغ وغيرهم من الشعوب اللي دخلت للاندلس واستقرت هناك ثم رجعت الى شمال افريقيا. لكن الملحوظ ان اخوتنا الافارقه جنوب الصحراء يلبسوا حتى هم في الطربوش، عفوا الكمبوس لعند اليوم. حتى الرؤساء الدول متاعهم لبسوها، واخدوا اللبسة متاع الصنهاجيين زي ما قلنا في الحلقة اللي ذكرناها في الحلقة متاع الجنوب الليبي واللباس متاعهم، وزادوا الطاقية هادي لعند اليوم لبس لفقهائهم ورؤساهم واللي يلبسوا اللبس التقليدي متاعهم. على فكرة هذه تبان كأنها طربوش، لكن في الواقع راهي مش نفس الطريقة، عفوا كانها كمبوس لكن الواقع ما هيش كمبوس راهو، هي الطرف قماش مضغوط بطريقة هيك فنية معينة يصنعوا فيها في الصين، مكتوب عليها مصنوعة في الصين. وهذا يعني مثال على الألوان والأشكال اللي يديروا فيها بالضغط زي ما يصنعوا في الطربوش لعند وقت قريب، يعني مش نفس طريقة صنع الكمبوس أو الشاشية التاريخي، لكن يديروا في قماش فلفت هيكي زي البساط ويضغطوه باش ياخذ الشكل المناسب والحجم المناسب بالضغط والحرارة، وهذا بنجوه في حلقة جاية لما نتكلموا عليه الطربوش بإسهاب. هذا راهو أفريقي من غير هذا اللي نديرو فيه احنا في شمال أفريقيا، أفريقيا جنوب الصحراء يعني الأفارقة. المهم وهذه سامحوني حاجة تذكرتها ونقطة نبي نعرج عليها في صناعة الشاشية اللي هي تخضع لصناعة جدا صارمة، وهذه آخر نقطة ربما نتكلم فيها على الشاشية أو الكمبوس. فيه قائمة من الصناع من سنة 1728 نجد فيها أسماء وألقاب الحرفيين من أصول ليبية زي ما تشوفوا في القائمة هذه، لقب الغرياني، الجبالي، السنوسي، العريبي وغيرهم، وموجودين ويشتغلوا في صناعة الشاشية التونسية أو الكمبوس الليبي. اليوم طبعا نلقوا الغرياني هذا، ونلقوا كذلك السنوسي صاحب الصنعة هذا،
هم من أشهر الصناع للكمبوس الليبي. ونلقوا على فكرة هذه اللي تشوفوا فيها قدامكم، أنا عارفش تبان في الكاميرا ولا لا، لكن حنبينها في الصورة، توقيعات متاعهم اللي ربما تبان هنا هي بالأزرق أكتر، ويقولوا لها نيشان، ونلقوها في الغالب داخل الشاشية أو الكمبوس بالداخل بالخيوط بلون مخالف، وهذا مثال لتوقيعة الغرياني. والسنوسي من أنواع أجود أنواع الشاشية الليبية في تونس، وتشوفوا مجموعة التوقيعات التانيات أو النياشين التانيات اللي يديروا فيها الصناع، والغلافات والباكوات يديروا فيها بشكل بعناية حلوة هلبة. وعندهم طبعا التاج الذهبي هذا اللي يديروا فيه الداخل، ينحط فيه اسم الصانع اللي تشوفوا فيه هذا أهنيه. و نلقوا يعني مجموعة من زي ما قلنا داخل الشاشية، وحنا لما نلقوا التوقيع هذه أو النشان هذا نعرف أن هي حاجة أوريجينالي، حاجة صناعة أصيلة. وعلى فكرة بالله حاجة هذه مهمة جدا، ربما أكتركم ما يعرفهاش، بالك بعض الشيء بينعرفها الله أعلم. تعرفوا كل طرف من الشاشية عندها اسم، حننسين الأسامي هذه كلها بس حافظونا عليهم بعض صناع الصنعة هذه، وما زال يقولوا لها مثلا البطمة هذه الطنطوشة هذه الصغيرة يسموا فيها الصناعية في تونس فلس، اللي هي بطمة بالليبيا ولا الطنطوشة. وعندك البسكل هذا اللي يتسمى في ليبيا بسكل، طبعا يتسمى عن صناعية تونس الكوبيطة، ويسميها الليبيين زمان تكبال، الليبيين يسموا فيها تكبالة ولا التكبال، والمغاربة يسموا فيها تاكبالت بالتاء في نهاية الكلمة، وهذه في الأمازيغية تنقال على أي حاجة تدلى ولا تدندش دنديش، يعني أي حاجة متنشة، سامحوني الدنيا طاحت، التنتوشة زي هذه مثلا يسموا فيها تاكبالت لليوم باهي. ونلقوها متدلية مثلا من الكشابية اللي هي البرنوس ولا السلهام. المهم كذلك من الأشياء اللي تتسمى، خلينا نبدأ نسمو فيها بالطرف، الهاص هو الجزء العلوي من الشاشية عند التوانسة، الهاص الصناع مش التوانسة حقيقة الصناع، الهاص هو الجزء العلوي. كذلك كورنيلا والله أعلم من جت هذه التسمية هذه، والبراني كله يسمو فيه الصنايعية لمبيش متاع الشاشية، اللمبيش متاع الشاشية، احنا اللي نسمو التفش هذا نسمو فيه في ليبيا المشيمة، هذه اللي طالعة وفيها زغب وكذا. البدير هو الحيط متاع الشاشية البراني، هذه ممكن تكون أوضح، البدير هذا يتسمى البدير أو الحيط متاع الشاشية، الحيط العالي والحيط الواطي. البدير هذا ربما نقول ربما لها علاقة بكلمة أبدير بالأمازيغية اللي تعني الواجهة، الله أعلم. البوردو الحافة والغالبة منها من الكلمة الفرنسية هذه. وعلى فكرة كلمة كمبوس يسموا فيها الصنايعية زي ما قلت لكم من بكري، يسموا في هذا يسموا فيه كمبوس، هو كمبوسة. وإحنا في ليبيا الكمبوس هذا كله يعني هذا الكمبوس أو هذه تسمى الشنة وهذا يتسمى كمبوس، غير باختلاف اللون بس، لكن الفكرة واحدة يعني. زي ما قلنا قبل ما تتعالج اللانة أو الصوف قبل ما تتعالج تتسمى عندهم الكمبوس. ومن الأشياء الظريفة في مصطلح الصنايعية في تونس يسموا في باكو فيه طزينة كبابيس، لما بتشري مثلا طزينة فيها 12 يحطوا فيها ويلفوا فيها مع بعضها، تقول له أعطيني الطريحة أعطيني الطريحة، يعني نبي الطريحة يعني نبي طزينة متاع الكنابيس، وكانت تبي أكتر تقول له أعطيني تلحيقة، وبعدين تقول له العدد اللي تبيه. هيك كان قصدي تبوا تبان انكم انتوا عارفين بالصنع وعارفين المصطلحات متاعها والحاجات هذه، لما تمشوا لتونس وتبوا تشروا الكنابيس هذو تقول اعطيني طريحة ولا تقول اعطيني تلحيقة. هني تكلمت عن يعني حاجات هلبة تتعلق بالكمبوس والصنع متاعه، ما عندناش أدلة تبين انه هو صناع في ليبيا، لكن بدون شك عندنا صناعية ليبية في تونس، وهذه القائمة اللي قلت لكم عليها فيها أسماء صناعية ليبيين، ولا عند اليوم الليبيين يشروا من بشير الغرياني في تونس ويشروا من السنوسي وغيره والجبالي وغيره. حنجيبوا بقية أغطية الراس
في الحلقات الجاية، منها الشاش، منها الطرحة، منها الطاقية المصراتية، منها التاجورية والغدامسية والشاش والعمامة والطربوش، وشن هو أول مصنع لها في ليبيا والكلباك، وشكون كان انشهر بصنعه وبيعه حتى الخمسيات. يلا نتلاقوا في حلقة تانية إن شاء الله، وحتكون تكملة للحلقة هذه عن أغطية الرأس عند الليبيين عبر التاريخ، ويلموا فيه علاش ما تكلمش عن الحاجات النسائية، لأني ما عنديش بها معرفة كبيرة حقيقة، وكل متابعاتي كانت دائما على اللباس الرجالي. ونوعدكم بإذن الله حنستمر في هذه السلسلة في التعريف بالتراث الجميل الليبي اللي احنا نعتز ونفتخر به أنه هو ليبي، وليبي أصيل، وخرج من بلاد ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وكل شمال إفريقيا. هذا موروثنا وما نسمحوش بالعبث به من قبل عابثين بمجرد تشابه ألفاظ يسموا فيه يقولوا أنه هو جاي من بلاد تانية، واللي احنا عرفنا به واحنا الوحيدين اللي لبسناه، الآخرين قلدونا، العثمانيين والدايات والبياج جوا لبلادنا ولبسوه، ولنا احنا كانوا يلبسوا فيه علية القوم، حتى هم قاعد يلبسوا فيه وأصبح متعارف عندهم، وكذلك الأوروبيين خدوه منا ولبسوه في فترة من الفترات، وكذلك حتى الأمريكان في حرب التحرير زي ما تكلم بكري، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وهنا نبي نختم لكم بس بلوحة عندي في حوشي لهذه أحد الرجال يلبس الطربوش يتكلم إلى زوجته، و عفوا مش الطربوش، يلبس في الشنة الحمراء هذه ومدار عليها شوية عصابة هيك صفرة، ولكن بدون شك هذه اللوحة ترجع إلى القرن الرابع عشر، وهي مقتنيات مؤسسة التوالد الثقافية، وتلتبس في ليبيا، في تونس، في الجزائر وفي المغرب. إلى اللقاء، ونتلاقوا في حلقة تانية نتكلموا بإسهاب عن بقية الألبسة بتاع الرأس الليبية عبر التاريخ. تحياتي لكم، شكرا.